الحل شنو؟ الحل قالوا يعني شوف لازم بالخارج عن طريق مناشدة او عن طريق هيك. يعني الابره مالته سعرها مليونين دولار. اذا راح ننتقل الى لوكيشن اخر، كركوك. هذا الطفل غيث يعاني من ضمور بالعضلات الحبل الشوكي، وحاول يعني عائلته حاولت انقاذه، الطب العراق عاجز انقاذ اغلب تلك الحالات، ويعني كالعاده انه حتى يتعالج هذا الطفل لازم بالخارج. الابره اللي يحتاجها هذا الطفل مبلغها يعني مهول جدا، مليوني دولار. المشكله انه هذا المرض ممكن ان يتطور ويصيب الجهاز التنفسي وممكن يودي بحياه هذا الطفل لا قدر الله. طبعا عائلة هذا الطفل في وضع يرثى له، لا تستطيع تأمين مثل هذا المبلغ. حاولوا من خلال برنامج لوكيشن أن يوصلون صوتهم، خلونا نشوف. الطفل غيث طبعا أنا والده، هو بداية ولادته كان عمره يعني كان موضوعه كلش طبيعي ما بي أي أعراض. بعد تقريبا الرابع او الخامس، الشهر الخامس، بدات تظهر عليه اعراض يعني رخاوه بالايدين بالاطراف، كل الاطراف يعني، لا يقعد لا يتقلب او شيء. فبدا الموضوع مقلق يعني، فاخذت اكثر من دكتور بالبدايه ككركوك، نحكي على مدينتنا يعني. شخصوه، سويت تحاليل تخطيط اعصاب، تحاليل التحليل الجيني، تشخيصه كان ضمور عضلات شوكي. اسم العلمي له SMA. فبحثنا عن العلاج، العلاج ما موجود للأسف بالعراق. رحت لمدينة الطب، أكثر من كان أكو لجنة مجتمعين، فاتضح أنه العلاج ما موجود بالعراق. الحل شنو؟ الحل قالوا يعني شوف لازم بالخارج عن طريق مناشدة أو عن طريق هيك. يعني الإبرة مالته سعرها مليونين دولار. هو بالبداية طبعا المبلغ اللي تشوفه مليونين دولار صحيح هو يعني ضخم جدا، لكن يعني إذا الكل تعاونت، مثلا احنا كنحكي خلينا نكون داخل العراق، مثلا العراق اللي نفترض انه 40 مليون، ما نقول اكثر او اقل، احنا نريد منهم مليون شخص فقط. هذا المليون شخص اذا تلت على كل شخص 3000 دينار، يعني نوصل للمبلغ وربما اكثر، يعني تغطي تكاليف العلاج وتغطي يعني سعر الأبرة إذا يكون التعاون بهالشكل هذا. يعني شنو مطلبك؟ والله مطلبي أخي يعني هو أنا عندي طفل مريض، يعني فهو المطلب الأول والأخير أنه بس أي طريقة كانت، يعني تبني عن طريق أشخاص أو عن طريق الحكومة، يعني بس نوصل لهاي الأبرة يعني، وإن شاء الله ما عندنا أي مطلب آخر يعني، فقط هذا، أنه أريد ابني يتعالج ويعيش مثل بقية أقرانه يعني. يعني أنا قلبي يحترق على ابني والله، يومي أنا أقعد أبكي أباوع على ابني، يعني هذا الوليد الحلو، أقول يعني شلون أنا ما أتخيل أنه ممكن أفقد ابني، أو مثلا يجي مرحلة أنا أظل مثلا ما يتنفس. هذا المرض يعني قاتل تراجعي، الطفل يقوم يزيد به الضمور، آخر مرحلة أنه يوصل الجهاز التنفسي لعضلات الحجاب الحاجز، من بسبب الضمور يقوم يعني هاي خلاص، بعد ما يقدر يتنفس يعني اسم الله اسم الله يموت مختنق. أنا أناشد الخيرين انه تساعدونا يا ناس، صح المبلغ غالي، بس اذا يعني ما نقول هم مليون عراقي، اذا نص مليون عراقي انطانا على 5000، يا اخوان نجمع المبلغ. يعني انتوا اللي تشوفوني، اي شخص يشوفني يعني، لا تقول اني مثلا ايش راح اسوي، او اني ما راح اسوي لشيء اذا تبرعت، لا انت تسوي وغيرك يسوي. يعني اتمنى من كل شخص يشوفني يشارك حالة غيث، وان شاء الله ما يقصر ويانا ويتبرع. اناشد الحكومة، يا سيد محمد شياع السوداني، يا سيد حلبوسي، يعني هذا الطفل من العراق، هذا الطفل ابنكم، يعني هاي امانة باعناقكم، يعني احنا نريد من عندكم توفرون هاي الابره، بس انتوا كحكومه مسؤولين علينا، انتوا تقدرون توفرون هاي الابره، احنا كافراد ما نقدر، بس كدوله وكحكومه لا، يعني ان شاء الله تقدرون توفرون اياها. يعني هذول اطفال الاس ام اي، طفل ما شاء الله سليم، عقله سليم، يعني ما بي كل شيء، يعني مشكلته بالاطراف، والمشكله بهذا المرض انه هو قاتل، خصوصا للاطفال اللي هيك، الاطفال الرضع، يعني يكون هذا مرض قاتل بالنسبه لهم.